بصفتنا جهات فاعلة في حماية الطفل في الأوضاع الإنسانية، نحتاج أن نتذكر أن أفراد المجتمع المحلي يفهمون مخاطر الحماية. غالباً ما يملك الأطفال والأسر وأفراد المجتمع المحلي موضعاً أفضل لتنفيذ الإجراءات التي تدعم حماية الأطفال ورفاههم. تفهم الجهات الفاعلة في حماية الطفل عمل أفراد المجتمع المحلي على أنه مجموعة محددة مسبقاً من الخطوات والأنشطة تصمم وتزود بالموارد وتنفذها بشكل عام الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل مع مساهمة بسيطة من أفراد المجتمع. أظهرت الأبحاث أن التدخلات التي تقودها الجهات الفاعلة بالدرجة الأولى في حماية الطفل يمكن أن تضعف الجهود المجتمعية لحماية الأطفال، وغالباً ما تكون تدخلات غير مستدامة. إلى جهود نينا وأفراد مجتمعها للحفاظ على سلامة الأطفال. شاهدت نينا مختلف موظفي المنظمات غير الحكومية وهم يأتون إلى مجتمعها، أنشأوا مساحات آمنة للعب الأطفال والتعلم، وقد استأجروا ميسرين يحصلون على راتب صغير. يوماً ما نظم رجل يعمل في إحدى المساحات الآمنة مباراة في ملعب كرة القدم حيث تلعب نينا وأصدقاؤها. دعا نينا والأصدقاء الآخرين للانضمام. استاءت نينا بأن الميسر لا يعرف أنهم يلعبون كرة القدم هنا، إنها قلقة من أن الأطفال لن يعودوا للعب ثانية. تتمنى نينا أن تكون ضمن فريق الميسرين لأنها قد تقترح ألعاباً يحبها الأطفال في مجتمعها، بالإضافة للمواد التي يجب استخدامها. بالرغم من عدم وجود طريقة صحيحة أو خاطئة للعمل مع المجتمعات المحلية، لكن بعض المقاربات تعد أكثر نجاحاً في بناء الثقة بين المجتمع المحلي ومن يعملون بمجال حماية الطفل، ما يعزز ملكية واستدامة النشاطات في المجتمع. وشهدت دراسة مشتركة بين الوكالات بعنوان ما الذي نتعلمه عن حماية الأطفال في المجتمع المحلي؟ أن معظم العمل المجتمعي يقع ضمن أربعة مقاربات مختلفة. المقاربة الأولى هي التنفيذ المباشر وتتم من قبل الجهات الفاعلة في حماية الطفل، حيث لا تشارك الحكومة وأفراد المجتمع المحلي والأسر والأطفال في تصميم أو تنفيذ العمل. قد يكون استخدام هذه المقاربة ضرورياً في المرحلة الأولى من حالات الطوارئ كإنقاذ الأرواح أو لم يشم الأطفال بعائلاتهم. المقاربة الثانية هي المشاركة المجتمعية في المبادرات التي تتم قيادتها من قبل الوكالات، حيث يتم تدريب ودعم أفراد المجتمع المحلي للقيام بأنشطة محددة مصممة من قبل جهات حماية الطفل. أمثلة عنها هي ميسري المساحات الآمنة والألعاب المنظمة من قبل موظفي المنظمات غير الحكومية في مجتمعنا المحلي. المقاربة الثالثة هي الأنشطة الممتلكة والمدارة من قبل المجتمع المحلي والتي تعبئها الجهات الفاعلة بحماية الطفل. فيها تدعم الوكالة أعضاء المجتمع المحلي لتحليل وضعهم وتحديد الأولويات وتطوير الإجراءات من أجل أن تتم الاستجابة لمخاوفهم. في المقاربة الرابعة تبدأ النشاطات وقيادتها من قبل أفراد المجتمع المحلي الذي يمتلك العملية برمتها، بينما تلعب الجهات الفاعلة بحماية الطفل دوراً داعماً كما هو مطلوب. يعد نادي نينا لكرة القدم ضمن المقاربة الرابعة، حيث بدأته وامتلكته هي وأصدقاؤها. من خلال تزويد نينا بالموارد التي تحتاجها، تعزز وتدعم الجهات الفاعلة بحماية الطفل عملها، ما يترك أثراً أكبر ويدعم ملكية المجتمع المحلي لتلك النشاطات. الآن خذ بعض الوقت للتفكير في مجتمع ما حيث تقوم أنت أو وكالتك بتنفيذ برامج حماية الطفل. أي من المقاربات الأربعة استخدمتها؟ هل دخلت المجتمع بخطة وأنشطة ومؤشرات محددة مسبقاً؟ أم هل تعلمت أولاً عن الممارسات والهياكل والمعايير والقيم الحالية قبل التدخل؟ تذكر أنه لا يوجد مقاس واحد للعمل في المجتمعات المحلية. الهدف هو تحفيز التفكير في طرق المشاركة المجتمعية الحالية وتوفير فرص لتعزيز ملكية المجتمع المحلي بشكل أقوى. من خلال المعلومات التي تمت مشاركتها في المعيار 17 والدليل الميداني التوضيحي للحماية المجتمعية للطفل في العمل الإنساني المشار إليها في سلسلة الفيديوهات هذه، يمكنك البدء في التفكير في مقاربات أكثر استدامة وفعالية لسياقك الحالي. من خلال البناء على القدرات والموارد الموجودة داخل المجتمعات المحلية وبين الأسر، يمكن للجهات الفاعلة بحماية الطفل تقديم دعم أفضل أينما وقعت الحاجة إليه.